واشنطن تعتبر تخلي حزب الله عن شرط هدنة غزة ودعوته لوقف النار في لبنان تأكيدا لتعرضه لضربات قاسية. بايدن ونتنياهو يناقشان اليوم خططا تتعلق بضرب إيران، وواشنطن تريدها متناسبة ومؤثرة. بثالث استهداف خلال أيام، 20 قتيلا وجريحا بينهم مسؤول بوحدة نقل حزب الله بغارة على المزة في دمشق. حياكم الله. قال حزب الله في بيان له أنه استهدف قوى عسكرية إسرائيلية فجر اليوم كانت تحاول التقدم باتجاه منطقة البونة جنوب لبنان، وقد أجبرها على التراجع بحسب البيان. في المقابل شنت المقالات الإسرائيلية سلسلة غارات استهدفت عدة مناطق من ضاحية بيروت الجنوبية إلى البقاع في الجنوب. ففي الضاحية استهدفت مناطق حارة حريك والليلكي وبرج البراجنة والكفاءات، وفي البقاع طالت الغارات بلدات عدة كدروس والنبيشيت والخضر ومحيط بريتال. أما في الجنوب فقد شهدت عدة بلدات غارات وصفت بالعنيفة وقد أسفرت عن موقعي قتلى وجرحى، كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدتي الخيام كفر تبنيت وقد سجل هناك سقوط 6 قتلى. كشفت مصادر لبنانية للحدث عن اجتماعات رسمية لبنانية مع جهات أجنبية لضبط موضوع استمرار تشغيل مطار بيروت وحمايته من الاستهداف الإسرائيلي، مشيرة إلى وجود تضمينات وليس تعهدات بأن إسرائيل لن تستهدف المطار. وأكدت المصادر ذاتها فشل اتصالات لبنانية مع الجهات الأجنبية لإعادة فتح معبر المصنع الحدودي مع سوريا. من جهته أكد مدير عام مرفأ بيروت أن الجهات المعنية تعمل على إخراج جميع البضائع من المرفأ خشية استهدافه بالغارات الإسرائيلية. نعمل على كما أشرت إلى إخراج البضائع بقدر المستطاع، ونعمل على استقبال جميع البواخر كذلك بحسب بحسب الرحلات المجدولة. جرت أكثر من لقاء أو اجتماعات مع مراجع حكومية ومع مختلف الوزارات المختصة في المختصة بإعطاء الأذونات لإخراج البضائع من المرفأ. هذا وهدد حزب الله باستهداف أكبر لحيفا في شمال إسرائيل ومدن أخرى أيضا إذا واصلت إسرائيل حملتها المكثفة لقصف لبنان والمستمرة منذ أكثر من أسبوعين.
באמת, פעם תוך חקיקה, תראה את הרכבים. שתי הרכבים שלי ושל אוחי בלי חלונות, הכל התאפץ. תראה איפה זה נפל, פה באמצע. ومن مشارف ضاحية بيروت تنضم إلينا مراسلة الحدث الزميلة غنوة يتيم. غنوة صباح الخير، المشهد من عندك، كيف هو المشهد الميداني؟ كان هناك غارات على ضاحية بيروت الجنوبية فجر يوم أمس وليلة أمس، انتهت تقريبا آخر غارة كانت عند الساعة 3:30 صباحا بتوقيت بيروت. 5 غارات، سلسلة من 5 غارات طالت برج البراجني، حارة الحريك والليلكي. ولكن يعني نحن نلاحظ بأنه خلال ساعات المساء وخلال الأيام الماضية هناك تراجع بعدد الغارات التي تستهدف تلك المنطقة. كان هناك غارة عنيفة على منطقة برج البراجني أدت إلى تدمير عدد من الأبنية، علما بأن السكان غادروا تلك المنطقة وباتت خالية، وأتت تلك الغارات بعد تحذير من الجيش الإسرائيلي للسكان بالمغادرة، ولكن بطبيعة الحال هي منطقة باتت خالية. هذا بالنسبة لضاحية بيروت الجنوبية. كان هناك أيضا سلسلة من الغارات والقصف المدفعي على كافة الكرة الحدودية جنوب لبنان، مع استمرار محاولة التوغل البري للجنود الإسرائيليين ومحاولات صد من قبل حزب الله. حتى الآن المعركة البرية التي انضم إليها القطاع الغربي يوم أمس هي تدور على الخط الأول، أي على الكرة الحدودية. بحسب المصادر من الجهة اللبنانية فإن الجنود الإسرائيليين يدخلون إلى الكرة ومن ثم يعني ينسحبون، لا يوجد حتى الآن جنود يمكثون في تلك المناطق. وقد يعني بحسب المعلومات من اليونيفيل وأيضا من بعض المسؤولين الذين تحدثوا من حزب الله للإعلام بأن هناك قوة كانت موجودة بالقرب من قوات اليونيفيل ولكنها عادت وغادرت المنطقة. طيب غنوة، نبغى نسألك عن وضع المطار، مطار رفيق الحريري، كيف هي حالة الطيران في ظل هذه الغارات المتكررة؟ حتى الآن تستمر حركة الطيران بشكل طبيعي مقارنة مع الحرب، بما يعني بأن شركة طيران الشرق الأوسط لا تزال يعني المواعيد التي حددتها هي موجودة، لم يتم إلغاء أو يعني إلغاء تلك الرحلات، لا تزال تعمل على نقل مواطنين راغبين بالمغادرة وآخرين راغبين بالعودة. وأيضا نحن نتحدث أيضا عن الرعاية، ولكن طبعا موضوع المطار هو موضوع حساس جدا، خاصة وأنه خلال حرب تموز كان قد استهدف هذا المطار، واليوم لا يوجد كما ذكرت وزير الأشغال لا يوجد ضمانات بعدم استهداف المطار، يوجد تطمينات، ولكن هذا الأمر غير كافي. هناك دائما تخوف من استهداف هذا المطار الذي يشكل المعبر اليوم أو المنفذ الوحيد عبر الجو، بعد أن كان قد أغلقت منطقة المصنع الحدودية البرية، ويبدو أن موضوع إعادة فتح تلك النقطة غير وارد حتى الآن. موضوع المطار أيضا يعني مصادر رسمية كانت قد تحدثت بأنه حتى وإن كان هناك حركة طبيعية في المطار، لا يزال هناك طائرات مدنية تابعة للبنان، يعني تلك الرحلات مستمرة، ولكن هناك يشعر اللبنانيون بأن هناك نوع من الحصار، هناك شروط تفرض على الطيران، هناك يعني حتى الطائرات يعني كما بعد معلوم الطائرات المدنية الإيرانية منعها الجيش الإسرائيلي من الهبوط، هناك شروط فرضت على الطيران العراقي الذي يبغى بإرسال مساعدات إلى لبنان، إضافة يعني بأنه كان هناك حركة داخلية لبنانية سعت تلك الحركة من خلالها بتفويض مسؤوليات أكبر إلى الجيش اللبناني،
بأن يكون يعني يستلم شروط أو يعني شروط دخول الطائرات ومراقبة تلك الطائرات، خاصة وأن الجيش اللبناني يعني هناك يعني إجماع على دوره يمكن أن نقول دوليا، في وقت كان هناك اتهامات لمطار بيروت بأنه هناك تسهيلات لتمرير أسلحة لحزب الله، وهذا ما كان ينفيه تنفيه دائما وزارة الأشغال. ولكن اليوم أعطي الجيش اللبناني دور أكبر، يعني وكأنه لبنان الرسمي يريد أن يقول بأن المطار بحمى الجيش اللبناني، وذلك كي لا يكون هناك أو يقلل فرص استهدافه. غنوة، فقط أنت تقصدين أن الملف الأمني لمطار رفيق الحريري يسلم بيد الجيش، صحيح؟ صحيح، كان طيب. صحيح، كان طيب. هناك اجتماع ضم نعم. طيب غنوة، اسمحي لي بس أبي أروح معك لنقطة معينة، بما أنك متابعة طبعا وأنت مصدر الخبر لنا من بيروت، الإعلام المحلي اللبناني كيف تابع أمس الثلاثاء خطاب نعيم قاسم؟ وأيضا امر عليك بتنقلاتك في لبنان، امر عليك أحد من النازحين، كيف كان رأيهم خصوصا أنه خاطبهم في هذا الخطاب، خاطب البيئة الحاضنة، وهي البيئة الحاضنة التي هجرت من منازلها ونزحت وهي متواجدة الآن في مناطق متفرقة، هل مرت عليك أي مواقف من هؤلاء النازحين أو آرائهم؟ البيئة الحاضنة لحزب الله أو المناصري أو مناصرو حزب الله طبعا موقفهم يشبه موقف يعني موقف خطاب قاسم الذي يعني يدعو إلى المساندة وإلى استمرار تلك المعركة وإلى ما هنالك، يعني هذا المن هجر وهو مناصر حقيقي لحزب الله. ولكن طبعا هناك نازحين من أهالي القرى الذين يتواجدون في المدارس، همهم اليوم هو الهم المعيشي، همهم أن يعودوا طبيعي. إلى منازلهم، خاصة وأن بعض سكان القرى الحدودية تلك القرى هجرت منذ عام، يعني نحن نتحدث عن أكثر من عام، هناك بعض النازحين متواجدين في مدارس، طبعا هذا العدد كان قليل وارتفع خلال الفترة الماضية، ولكن هؤلاء طبعا همهم العودة، همهم تأمين الدواء، همهم تأمين المستلزمات، ولا يوجد يعني شخص يرغب بالبقاء في مراكز إيواء أو يرغب باستمرار الحرب يعني لمدة طويلة، طيب. خاصة وأن تلك الحرب دفع لبنان ثمن باهظ لها، وهناك أيضا تخوف الآن مع ما يسمى بالمعركة الكبرى خلال التوغل البري. أنا أشكرك بالنسبة للإعلام، طبعا الإعلام مقسوم بين إعلام مع حزب الله وما إعلام ضد هذه الحرب. الإعلام الذي وقف ضد هذه الحرب وصف الخطاب بأنه بعيد عن الواقع، بأنه هناك إنكار للذات، بأنه إنكار للدور الذي لعبته إيران، بينما ترغب بإبقاء جبهة المساندة في لبنان لكنها تجري محادثات مع الولايات المتحدة. أما كان هناك قاسم مشترك بين الإعلامين، وهو الحديث عن أنه الدور الذي سيلعبه رئيس مجلس النواب نبيه بري وتفويضه الموضوع السياسي، ولكن أيضا كان هناك تشديد على أن نائب أمين عام حزب الله قد أعلن بأن علنية خلال هذا الخطاب بأن الموقف من انتخاب رئيس للجمهورية يبقى إلى ما بعد وقف إطلاق النار، دون أن يحدد ما إذا كان طيب. وقف إطلاق النار مرتبط أيضا بغزة. أنا أشكرك جزيل الشكر زميلتي غنوة يتيم، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك. שהיום מיועדות לעבר הארץ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ארגזים עם אמל"ח. מהלך ההתקפה סמוך לגבול הצפון על מנת להבטיח שתושבי הצפון ישובו לביתם בבטחה.
سياسيا، كشفت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول في الحكومة اللبنانية أن قيادات حزب الله لم تعد تشترط تطبيق هدنة في قطاع غزة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان، وذلك في تراجع عن مواقفها السابقة. أضاف المسؤول لرويترز أن حزب الله عدل عن موقفه بسبب مجموعة من الضغوط بما فيها النزوح الجماعي لأفراد حاضنته الشعبية في الجنوب والضاحية وتكثيف إسرائيل عملياتها ضد الحزب واستهداف قيادات أيضا، إضافة لتصاعد الاعتراضات من بعض الأطراف السياسية اللبنانية على موقف حزب الله ودعواتها لإصدار قرار ينهي القتال ولا يربط مستقبل لبنان بحرب غزة. وفي السياق، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أن دعوة حزب الله لوقف إطلاق النار دليل على أنه في موقف دفاعي وتعرض لضربات قاسية. أضاف المتحدث أن الولايات المتحدة ما تزال تريد حلا دبلوماسيا للصراع بين إسرائيل وحزب الله، وردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تتحدث مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، أكد ميلر أن المسؤولين الأمريكيين يجرون محادثات مع أطراف مختلفة داخل لبنان. قال حزب الله إنه لن يوقف إطلاق صواريخه إلا إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة. لقد ربطوا بين الأمرين لمدة عام كامل. العالم كان يطالب حزب الله بوقف الهجمات عبر الحدود على إسرائيل، والآن بعدما أصبح حزب الله في موقف دفاعي ويتلقى الضربات، فجأة تغير موقفه. هذا دليل على التراجع، وفي كل الأحوال نتمسك بالدبلوماسية. نجري محادثات مع أطراف متعددة وفاعلة داخل لبنان. ليس نحن فقط من نجري محادثات معهم، هناك حلفاء وشركاء أيضا. هذا الأمر مستمر، ولا أعتقد من المفيد أن أفصح عن تفاصيل أكثر. هذا وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري أن إسرائيل قصفت مجمع المخابرات في الضاحية الجنوبية لبيروت. وبحسب هاجاري فإن الجيش علم بأن هاشم صفي الدين كان هناك، مشيرا إلى أن التحقيق من نتائج الضربات لا زالت جارية. لقد قصفنا مجمع المخابرات في الضاحية الجنوبية لبيروت، وهذا مركز قيادة رئيس المخابرات أبو عبد الله مرتضى، ونعلم أن هاشم صفي الدين كان معه، ويجري التحقيق من نتائج هذه الضربات. حزب الله يعرف لكنه يحاول إخفاء هذه المعلومات. قبل ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال رئيس منظومة الأركان في حزب الله حسين حسيني بغارة دقيقة على جنوب بيروت. الجيش أشار بأن منظومة الأركان تعتبر أحد أهم الوحدات اللوجستية كونها المسؤولة عن عدد من الأمور المحورية داخل حزب الله. غارة ليلية دقيقة نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية جنوب بيروت. 8 ساعات مرت حتى أعلن الجيش الإسرائيلي أن الغارة استهدفت رئيس منظومة الأركان في حزب الله سهيل حسين حسيني. أغارت طائرات حربية اليوم بشكل دقيق في بيروت وقضت على المدعو سهيل حسين حسيني رئيس منظومة الأركان في حزب الله. حزب الله لم يصدر بيان نعي أو تأكيد لمقتله. لا توجد صورة متداولة للحسيني، وذلك بسبب المنصب الحساس الذي يشغله وعدم تأكيد الحزب اغتياله حتى الآن. يقول الجيش الإسرائيلي إن سهيل حسيني كان شريكاً في اتفاقيات نقل الوسائل القتالية بين إيران وحزب الله، ومسؤولاً عن توزيع الأسلحة المهربة على الوحدات المختلفة في الحزب، وعن تحديد الميزانيات وإدارة المجال اللوجستي للمشاريع الحساسة، بما في ذلك الخطة العملياتية للحرب وخطط تنفيذ العمليات ضد إسرائيل من الأراضي اللبنانية والسورية. بالإضافة إلى أن حسيني يعتبر عضواً في مجلس الجهاد التابع لحزب الله، تعتبر منظومة الأركان من أهم الوحدات لدى حزب الله كونها تهتم بالمجال اللوجستي والإداري والتنظيمي، كما تضم المنظومة وحدة للتحليل والتطوير التي تهتم بتصنيع الصواريخ الموجهة بدقة وتخزين ونقل الوسائل القتالية داخل لبنان.
كشفت مصادر دبلوماسية فرنسية للحدث أن إسرائيل وضعت عددا من الشروط لقبول الدخول في مباحثات وقف النار في لبنان. وبحسب المصادر فإن إسرائيل اشترطت نزع سلاح حزب الله وانسحابه نحو شمال الليطاني، وكذلك تطبيق القرار 1559 الذي يطالب بنزع سلاح كل الميليشيات في لبنان. كما أكدت المصادر تحذير تل أبيب لوزير خارجية فرنسا من أن أي اعتراف بالدولة الفلسطينية سيقابله رفض التعاون مع باريس بشأن لبنان. ومن بيروت انضم إلينا الكاتب الصحفي أسعد بشارة. صباح الخير أستاذ أسعد، هناك تطورات دراماتيكية وتصريحات خلال ليلة البارحة سواء من واشنطن أو من باريس. الآن قبل دقائق كان هناك تصريحات تتحدث عن مكالمة مرتقبة اليوم الأربعاء تجمع نتنياهو مع بايدن عن طريقة الرد الإسرائيلي على إيران. كيف سيكون هذا الرد، خصوصا أن هذه المكالمة كانت يعني موثقة من تقريبا شهرين، كان كل الأعلام الأمريكي يتحدث أن هذه المكالمة الهاتفية ستحدث ولم تحدث. اليوم هناك تخطيط لهذه الاستراتيجية التي تتم بعدها عملية الضربة، كيف تراها؟ مجرد الكلام عن تأخير حصول الضربة والتخطيط والاتفاق الأمريكي الإسرائيلي على سقف هذه الضربة يعني أن هناك خلافا أمريكيا إسرائيليا على طبيعة الضربة وعلى النتائج المتوقعة منها. هناك ما هو أخطر من يعني إلغاء زيارة جالنت إلى واشنطن. جالنت هو الأقرب إلى الأمريكيين وهم يزعجون نتنياهو باستقباله والتنسيق معه، ونتنياهو رد بإلغاء الزيارة لكنها ربما تعود وتحصل. الأخطر أن الأمريكيين يتحدثون عن أن إسرائيل تخفي خططها بشأن الضربة وتخفي المدى الذي يمكن أن تذهب إليه هذه الضربة، والأمريكيون معنيون بهذا المدى الذي يمكن أن تذهب إليه الضربة. لماذا؟ لأن إذا كانت ضربة تتناول المفاعل النووي أو أركان النظام الإيراني فإن طهران بالطبع سترد بشكل كبير، وستضطر أمريكا كما هو معروف إلى أن تدخل هي أيضا، وهو ما لا تريده لا سيما في هذه اللحظة التي تشهد انتخابات رئاسية أمريكية. إذن الاتصال الهاتفي هو لدوزن طبيعة الضربة والاتفاق عليها أولا بين أمريكا وإسرائيل، لأن يبدو أن هذه الضربة حتميا تنتظر هذا التفاهم الأمريكي الإسرائيلي لتحديد التوقيت وتنفيذها. طيب أستاذ بشارة، أمس كلنا سمعنا تصريحات نعيم قاسم. تصريحات نعيم قاسم أو الخطاب اللي خطبه كان قبل بثلاث ساعات هناك خطاب لوزير خارجية إيران عباس عراقجي. وزير خارجية إيران كان أمام السفراء المقيمين في طهران، وبعد ثلاث ساعات كان خطاب نعيم قاسم. الخطابين كان هناك في تقارب بالطرح، الخطابين كان يتحدث عن النصر وعن إن هاجمت أو إن ضربت إسرائيل العمق الإيراني فسيرد حزب الله وسترد إيران. بعد ذلك في نفس الخطاب لنعيم قاسم تحدث عن وقف إطلاق النار، وتحدث أيضا عن تفويض نبيه بري بالملف السياسي، وأن نبيه بري هو الرجل الذي يستندون عليه. كيف تقرأ هذا الموقف؟ هناك ارتباك لا شك فيه. بدأ الموضوع تظهير موقف حزب الله في الخطاب الأول لنعيم قاسم الذي شدد فيه على موضوع ربط لبنان بغزة. ثم أتى عرقجي إلى بيروت وفرمل مبادرة بري وميقاتي، وأيضا أصر على هذه المعادلة. لنرى اليوم أن الخطاب الأمس للشيخ نعيم قاسم تضمن تغييبا كاملا عن موضوع الالتزام بأن تربط جبهة لبنان بغزة، واعتبر الموضوع الأساسي وقف إطلاق النار. هلأ هنا ملاحظة على الهامش، جيد أن يتم طلب وقف إطلاق النار وعدم ربط ملف لبنان بملف غزة بعد سنة
كاملة من الدمار والضرب. كأننا نعود إلى 27 يعني قبل عملية مزارع شبع ب28 وكان هناك وقف لإطلاق النار. إذن ماذا تحقق؟ هذه ملاحظة على الهامش يمكن أن تورد، ولكن في مناقشة مضمون خطاب نعيم قاسم هو تفويض لإعادة تفويض لنبي بري بعد سحب التفويضين، تفويض ثم سحب تفويض ثم إعادة تفويض، تفويض على أساس وقف إطلاق النار الذي يعني أن هذا هو مدخل إلى النقاش الحتمي في القرار 1701، في حين أن إسرائيل تطالب بالقرار 1559 كما ورد في التقرير عندكم، صحيح، الذي هو سحب سلاح جميع الميليشيات، وتحدثت عنها وتحدثت عن هذا الموضوع أيضا أمس، تجريد قدرات حزب الله من القدرات العسكرية. ما كما هو معروف ال 1559 هو جزء من 1701، صحيح، وال 1680 القاضي بضبط الحدود، يعني ال 1701 هو وعاء كبير لقرارين هامين جدا يتعلقان بضبط الحدود منع مرور السلاح، وال 1559 عدم وجود اي سلاح الا لدى القوى الشرعيه اللبنانيه. فاذا حزب الله يعطي نبيه بري التفويض باساس للتفاوض، للتفاوض. الأمريكيون على لسان ناطق باسم وزارة الخارجية يقولون لدينا نقاش مع أطراف لبنانيين لن نفصح عنها، وطبعا هو معنا به بري يعني هو المفاوض الأساسي. هذا النقاش يفترض أن يبدأ، ولكن إذا بدأ سيتم على أي أساس؟ سيتم على أساس تراجع حزب الله عن موضوع الربط ومحاولة من المفاوض نبيه بري لكي يقول ها أن حزب الله تراجع عن الربط، تعالوا ندخل إلى وقف إطلاق نار. السؤال هل أن إسرائيل ستكون جاهزة لوقف إطلاق نار من دون يعني تطبيق 1701 أو المطالبة 1559؟ على ما يبدو هذا الأمر بات صعبا، يعني انتقلنا إلى مرحلة جديدة، ولكن هذه المرحلة تفتح الأفق على إشكاليات كبيرة يمكن أن تعيق وقف إطلاق النار ووقف الحرب، إلا إذا حصل تفاهم على يعني مجموعة من النقاط تشمل جنوب الليطاني، عودة المستوطنين، تجريد حزب الله من الصواريخ البعيدة المدى. طيب أستاذ هذا بشارة، كله سيناقش على الطاولة، لكن بالتأكيد ختاما ست ميس تفضل ختاما بهذه النقطة، بالتأكيد حزب الله يتنازل الآن بموضوع الربط بموضوع غزة، لكنه سيبدي تصلبا كبيرا بموضوع 1701 جنوب الليطاني أو أي محاولة لنزع سلاحه. طيب بموضوع 1701، قبل هذا التصعيد وقبل هذه الحرب كان قد تحدث وزير خارجية لبنان أنه 1701 لم يعد بهذه القوة أو لم يعد ساريا، هل هناك قراءة أو ترتيبات خلف الكواليس لقرار يمحي 1701، قرار جديد؟ لا أعتقد أن هناك مناخ دولي في مجلس الأمن يمكن أن ينتج توافقان بين أمريكا والصين وروسيا على إنتاج قرار جديد. إذا كان يعني الـ 1701 هو الوعاء لقرارات أخرى، فهذا القرار هو التفاوض الصعب سيجري داخل غياهب هذا القرار. ولكن الأبرز فيه هو ثلاث نقاط. أولا البفر زون بين الليطاني، هذا الواضح جدا، هذه نقطة واضحة لا تحتمل التأويل، بين الليطاني والخط الأزرق. اثنين موضوع 1559 وال 1680. ثلاثة موضوع يتحدث عن مفاوضات لاستكمال الترسيم البري في النقاط المختلف عليها على الخط الأزرق، وبالتالي إذا ما تم الاتفاق على إطلاق النار حكما ننتقل إلى مرحلة الترسيم، والترسيم ليس من الصعوبة الكبيرة. لماذا؟ لأن الترسيم البحري حصل وأوريدي كان لبنان يستعد للتفاوض برعاية أمريكية على ترسيم النقاط الخلافية على الخط الأزرق، وهي مجموعة من التلال أصرت إسرائيل على البقاء فيها خلافا يعني وتحفظ لبنان عليها، وهناك النقطة البحرية البيوان على الناقورة. لكن قبل أن نستبق هناك مسار لكل ما يمكن أن يجري. هذا المسار للأسف اليوم لغة التصعيد والحرب، إسرائيل تحضر حرب مبرمجة وهي في داخل هذه الحرب تنتقل من مرحلة إلى مرحلة. لا يبدو أن السقف الإسرائيلي متدني، إنه سقف مرتفع وخطط لحرب طويلة، وحزب الله يوضع في الزاوية بعد أن تلقى الكثير من الضربات، لكنه لا يستسلم ولن يستسلم، سيقاتل وسيراهن على ورقة يعتبرها ورقة هامة جدا، هي ورقة مقاومة الغزو البري.
مقاومة الدخول البري الإسرائيلي وتكبيد الإسرائيليين خسائر كبيرة والاستمرار في إطلاق وطيرة صواريخ بالنسبة التي يستطيع إطلاق الصواريخ بها، وهي نسبة طبعا تعكس التفاوت الهائل في ما يحصل على الأرض منذ انطلاق الحرب عمليا بالغارات الجوية الإسرائيلية. هناك غارات مدمرة واغتيالات وعمليات أمنية وتفوق إسرائيلي مقابل محاولات ردع يقوم بها حزب الله، محاولات ردع. طيب، من بيروت كنت معنا الأستاذ الكاتب الصحفي أسعد بشارة، شكرا جزيلا لك. شكرا. كشفت القناة الثانية عشر الإسرائيلية أن الولايات المتحدة ودول عربية تناقش مع إيران وقف إطلاق النار يشمل كافة الجبهات وبشكل متزامن دون أن تكون إسرائيل جزءا من تلك النقاشات. ونقلت القناة عن مسؤول في تل أبيب قوله إن إسرائيل في موقع قوة، مؤكدا عدم وقف القتال في لبنان إلا بتراجع حزب الله إلى شمال نهر الليطاني وتفكيك كل بنيتها التحتية العسكرية على الحدود، وكذلك فك ارتباط الجبهة اللبنانية بجبهة غزة. هذا ورفض المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر في تصريحات للحدث الخوض في تفاصيل الرد الإسرائيلي على إيران، مع تأكيده على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها دون توسيع الصراع في المنطقة. لن أخمن وأعطي تكهنات بشأن شكل الرد الإسرائيلي على إيران. إسرائيل لديها الحق في الرد ونؤمن بذلك، لكن في الوقت نفسه لا نريد أن نرى تصعيدا واسعا في المنطقة، ونناقش في هذا الصدد الخطوات المقبلة. لا نرغب في رؤية صراع واسع في المنطقة والتحول إلى صراع إقليمي واسع، ونرى أن الدبلوماسية هي أفضل السبل لإعادة السكان إلى جانبي الحدود الإسرائيلية واللبنانية، وهذا هو جهدنا في الفترة الحالية. وفي مكالمة هي الأولى خلال شهرين متوترين بسبب الحرب في غزة ولبنان أيضا، يجري الرئيس الأمريكي جو بايدن اتصالا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الليلة. من المرجح أن يناقش أو أين تناقش في هذه المكالمة خطط إسرائيل للرد على الهجوم الإيراني. المكالمة الهاتفية المتوقعة اليوم كشف عنها موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين أشاروا إلى أن نتنياهو سيطلع بايدن خلال حديثهما اليوم على قراره بشأن توجيه ضربة لإيران. موقع أكسيوس أضاف أن بايدن سيؤكد على نتنياهو أن الضربة على إيران ستكون مؤثرة ومتناسبة. وحسب أكسيوس اجتمع نتنياهو لساعات مساء الثلاثاء مع كبار الوزراء ورؤساء الأجهزة العسكرية والاستخباراتية الإسرائيلية لبحث نطاق وتوقيت الهجمات وفقا لمسؤولين إسرائيليين. وقال المسؤولون أيضا إن رد إسرائيل من المتوقع أن يكون كبيرا، ومن المرجح أن يشمل مزيجا من الضربات الجوية على أهداف عسكرية في إيران وهجمات سرية مثل تلك التي قتلت رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران. كما درست إسرائيل الضربات المحتملة على البنية التحتية النفطية الإيرانية والتي أشاروا إلى معارضتها من قبل بايدن. وكان نتنياهو قد طلب من وزير دفاعه يوف جالانت تأجيل زيارته التي كانت مقررة للولايات المتحدة إلى حين التواصل مع الرئيس بايدن والتوافق في مجلس الوزراء الإسرائيلي على الإجراءات المقبلة. هذا وفي السياق قالت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوف جالانت كان يخطط مع نظيرها الأمريكي لويد أوستن الحديث عن أهداف إسرائيل بالحرب لبنان. ولفتت الصحيفة أيضا إلى أن إسرائيل رفضت الكشف عن خططها لواشنطن بشأن الرد على إيران وأنها لا تعرف حتى الآن موعد وأهداف الضربة المحتملة. أشارت الصحيفة الأمريكية إلى تحذير قائد القيادة المركزية الأمريكية إسرائيل من ضرب مواقع إيران النووية. وزارة الدفاع الأمريكية وتعليقا على تأجيل الزيارة أو زيارة جالانت نفت وجود توترات بين واشنطن وتل أبيب، وأشارت إلى أن البنتاغون لا يعلم الموعد الجديد لزيارة وزير الدفاع الإسرائيلي. لا، بل على العكس من ذلك، لا أعتقد أن هناك توترا. يمكنك أن تجري محادثة صريحة ومباشرة مع أصدقائك،
لن تتفقوا دائماً على كل شيء، لكن هذا لا يعني أن هناك توترات. لا أعرف إلى متى تأجلت زيارة الوزير غالانت، وحيلك إلى وزارة الدفاع الإسرائيلية للحديث عن ذلك. لا يوجد شيء لا يمكن مناقشته عبر الهاتف ويمكن مناقشته شخصياً. بالتأكيد تسمح الزيارات الشخصية بتعميق العلاقات. في الأثناء تتصاعد المخاوف في الأسواق العالمية بشأن تداعيات ضربة إسرائيلية محتملة على المنشآت النفطية الإيرانية. تخشى الولايات المتحدة من رد فعل إيران الذي قد يتمثل في إغلاق مضيق هرمز، مما سيحرم العالم نحو 40% من إمدادات الطاقة، وقد يترتب عليه أيضا ارتفاع كبير في أسعار النفط العالمية، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية. سأل صحفي الرئيس الأمريكي جو بايدن عن احتمال ضرب إسرائيل للمنشآت النفطية الإيرانية، فرد بايدن: وراحت عدد من وسائل الإعلام الأمريكية تفسر الأمر بأن ضربة على المنشآت النفطية واردة وربما وشيكة، ورغم أن الأمر لم يتجاوز مجرد الكلام، إلا أن أسعار النفط شهدت ارتفاعاً كبيراً بنحو 5 دولارات للبرميل. تشارك إيران بنحو 3% من الإنتاج العالمي للنفط، وقد يتسبب استهداف حقولها بتأثير محدود على أسعار النفط العالمية، لكن قوتها تكمن هنا في هذا المضيق الذي لا يتعدى عرضه نحو 55 كيلومتراً، مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 40% من إمدادات الطاقة العالمية من نفط وغاز. إغلاق مضيق هرمز قد يؤدي إلى أزمات تشبه حروب الناقلات في الثمانينيات وحرب الخليج الأولى والثانية. إذا لم تتمكن إيران من تصدير نفطها بأمان، فلن يتمكن الآخرون من ذلك أيضاً. يخشى الديمقراطيون في الولايات المتحدة أن تقدم إيران على مغامرة إغلاق مضيق هرمز، ما قد يرفع أسعار الطاقة إلى مستويات خيالية ويهدد فرصهم أمام الجمهوريين، كما سيشكل معضلة جديدة لأوروبا على أبواب الشتاء. يذكر أن إيران سبق أن هددت بإغلاق مضيق هرمز في عدة مناسبات سابقة كرد على العقوبات المفروضة عليها، لكنها لم تنفذ ذلك. إذن نذهب لنقل هذه الصورة المباشرة، مشاهد لنقل لاعتراض صواريخ تجاه مدينة قيصرية ومحيطها جنوب حيفا. إذن هذه مشاهد لاعتراض صواريخ في أو حول مدينة قيصرية جنوب حيفا، كما نشاهد على الشاشة اعتراض لصواريخ في مدينة قيصرية جنوب مدينة حيفا شمال إسرائيل. نستمع إلى الصوت الطبيعي. فوقينا مفكان. إذن هذه مشاهد لاعتراض صواريخ في مدينة قيصرية. وإلى سوريا، عاودت إسرائيل استهداف حي المزة في دمشق للمرة الثالثة منذ مطلع الشهر الحالي، وشنت ضربة بأربعة صواريخ أطلقت من فوق الجولان، واستهدف مبنى سكني في المزة على مسافة نحو 500 متر فقط من مقر السفارة الإيرانية بدمشق، ما أدى لمقتل 9 أشخاص وإصابة 12 آخرين. هذا وأفادت مصادر الحدث بأن الغارة استهدفت مسؤولا بوحدة النقل 4400
1400 التابعة لحزب الله، وأن المبنى المستهدف كان بالفعل تابعاً للحزب. ومن القاهرة ينضم إلينا الدكتور صبح عسيلة، رئيس تحرير مجلة مختارات إسرائيلية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وأيضا من واشنطن نزار فرسخ، أستاذ محاضر في الشؤون الدولية في جامعة جورج واشنطن. أهلا بكم ضيوف الأكارم. الغارات الإسرائيلية متجددة يوميا على لبنان، وأيضا قبل دقائق فقط من الآن شاهدنا اعتراض صواريخ على محيط محيط حيفا. اليوم كيف هو سيكون الرد الإسرائيلي، خصوصا وأن اليوم ستكون هناك مكالمة هاتفية بين الرئيس بايدن ونتنياهو؟ أستاذ جورج، قراءتك لهذا الموضوع، أو أستاذ عفوا نزار. شكرا للاستضافة. يبدو أنه بالفعل تأخر الرد الإسرائيلي كان بسبب الأمل الأمريكي بالوصول إلى نوع من تفاهم شامل يشمل غزة ولبنان، وبالطبع الولايات المتحدة قلقة من أن تقوم الحكومة الإسرائيلية بخطوات مفاجئة تورط الولايات المتحدة بها في حرب شاملة مع إيران. طيب أستاذ عسيلة، يقول أستاذ نزار أن هناك أمل أمريكي، ولكن التصريحات الأمريكية تختلف تماما في موضوع غزة عن موضوع جبهة لبنان. يوم أمس كان هناك تصريح لمدير وكالة الاستخبارات المركزية يقول أن إسرائيل تدرس بعناية شديدة الهجوم الصاروخي الإيراني، والقراءات أصلا متنوعة لهذا الرد. كيف تقرأ هذا الرد، وكيف تعتقد ستكون المحادثة أو المكالمة الهاتفية بين بايدن ونتنياهو اليوم؟ يعني صباح الخير لحضرتك ولضيفك الكريم ولمشاهدي قناة الحدث. في الحقيقة طبعا يعني الولايات المتحدة الأمريكية ومنذ اليوم الأول لهذه المواجهات قبل نحو عام، وهي تمارس لعبة مفهومة جدا، وهي لعبة الخط السياسي يجب أن يكون حيا طول الوقت، بمعنى أنها تتحدث في السياسة وعن السياسة، بينما الفعل في الحقيقة هو يدفع في اتجاه تحقيق كل أهداف بنيامين نتنياهو أو ما يطالب به بنيامين نتنياهو. طول الوقت عودتنا الولايات المتحدة الأمريكية على تصريحات تقول أنها تريد أن تعقد الصفقة، تريد أن تهدئ الموضوع، تريد حل الدولتين، تريد وقف إطلاق النار، ولكنها في الحقيقة كانت تمد بنيامين نتنياهو منذ اليوم الأول بكل السلاح وتعطيه الوقت، بل أكدنا كثيرا وأكد كثيرا من ضيوفك الأعزاء أن كل ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية كان محاولة لمساعدة بنيامين نتنياهو لكي يحصل على مزيد من الوقت حتى يقوم بما يقوم به. إذن الولايات المتحدة الأمريكية لا جديد في موقفها في هذا الموضوع، هي فقط، وهنا آتي إلى موضوع الرد على إيران، الرد على إيران آت
ولكن السؤال كيف سيكون هذا الرد؟ هذا هو التفاوض الذي يتم بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين بنيامين نتنياهو. بكل تأكيد نعرف جميعا أن بنيامين نتنياهو منذ عدة سنوات يريد أن يهاجم وأن يقوم بعملا عسكريا ضد إيران وأن يوجد البرنامج النووي الإيراني. الولايات المتحدة الأمريكية في كل إداراتها وقفت ضد هذه الرغبة تماما وحالت دون أن يقوم بنيامين نتنياهو، حتى رغم أنه في أحد المرات قال أنه يستطيع أن يقوم بذلك بشكل منفرد. الولايات المتحدة عارضت ذلك ويبدو أنها ما زالت تعارض ذلك. طيب، دون أن يعني ذلك أنها تتخلى عن حق إسرائيل فأن ترد على ما تعرضت له من هجوم صاروخي. السؤال يبقى كيف يكون هذا الرد؟ الولايات المتحدة الأمريكية لديها موقف حازم أن لا يكون منشآت نووية، وأنا أقول أنها لن تكون منشآت نووية ولا منشآت نفطية. السؤال الآن كيف يكون هذا الرد؟ على الأرجح إذا كان في العمق الإيراني سيكون على قواعد عسكرية لا يستهدف منشآت مدنية ولا مدنيين، بما لا يهين ولا يجبر إيران على أن ترد ردا متناسبا أيضا مع ما تتعرض له وتنفجر الحرب بهذا الشكل. طيب دكتور صبحي، يعني أنت تعتقد أن المكالمة الهاتفية اليوم سيكون نقاشها وطرحها المواقع النووية مثلا؟ لا أعتقد أنها الموضوع النووي في تقديري أنا الشخصي تقريبا محسوم، أنه لا ضرب لمواقع نووية ولا للبرنامج النووي الإيراني من قبل إسرائيل. أنا أعتقد أن هذا الموضوع محسوم. الآن ما يتم بحثه ما هي البدائل المتاحة التي يمكن أن تنفذ بها إسرائيل رغبتها في الرد على ما تعرضت له من إيران، وبما لا يفجر الأوضاع سواء أن ننجر إلى حرب أو أن مثلا يخلق كما أشرتم في التقرير مضيق هرمز، أو أن تغامر إيران برد فعل عنيف هي الأخرى ومن ثم تنفجر الحرب. هذا ما تريد الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ثم أخذ الموضوع أكثر من وقت. كان الجميع يتوقع أن يكون ذلك قبل نحو يومين، ثم أعلن عن زيارة جالنت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأنا توقعت ساعتها أن هذا أيضا من ضمن البرنامج أو من المحاولات السياسية أو الشغل السياسي أو الحرب النفسية ضد إيران، وأن الإعلان عن زيارة جالنت إلى الولايات المتحدة الأمريكية إن كان صحيحا فيعني أنه لن تكون ضربة. بالفعل لم تكن هناك ضربة، وهي الزيارة تتأجل الآن، بما يعني أنه قد نكون قريبين من إتمام هذه الضربة في حال تم التوافق النهائي ما بين نتنياهو وبايدن أو بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. طيب في ظل هذه النقاشات أستاذ نزار، هل تعتقد أنه ممكن يكون فعليا هناك حل جذري وإنهاء هذا الملف، أتحدث هنا عن جبهة لبنان، قبل الانتخابات الأمريكية؟ بالطبع هذه الغاية الأساسية للإدارة. الإدارة تريد أن يغلق هذا الملف على الأقل قبل أسبوع أو أسبوعين من الانتخابات، لأن هذا الملف تبقى على الانتخابات أقل من شهر. صحيح، فلذلك الحرج أكبر عند الإدارة الديمقراطية، لأن هذا هو الموضوع الوحيد الذي ينجح فيه ترامب في انتقاد الديمقراطيين أنهم غير مسؤولين وهم يورطون الولايات المتحدة بمغامرات عسكرية خارجية تؤثر على الاقتصاد الأمريكي. فبالطبع الإدارة الأمريكية الحالية هي التي لديها الإلحاح إلى حل أو على الأقل التقليل من التوتر في المنطقة. طبعا طيب جغرافيا أتحدث معك، افترضنا جدلا أن هذه الحرب أو هذا الملف أغلق قبل الانتخابات الأمريكية، كيف ستكون صورة الجغرافيا اللبنانية؟ بالطبع سوف يكون هنالك نوع من النقاش داخل لبنان حول جدوى الحرب، أنه بعد سنة كاملة أو عام كامل من مؤازرة غزة ما هي النتائج التي نالتها لبنان، وذلك يعتمد على مدى قوة حزب الله داخليا على فرض رغبته. ويبدو أن الاتفاق مع نبيه بري يدل على أن هذه جبهة قوية، ولن يستطيع الفرقاء الذين ينتقدون حزب الله من أن يقللوا من قوته داخليا. طيب دكتور صبحي، أبي أنتقل معك للشأن أو الداخل الإسرائيلي أكثر والرد الإسرائيلي. الشهر الماضي قال وزير الخارجية الإسرائيلي أنه إذا فشل العالم بسحب حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني فإسرائيل ستفعل. السؤال هنا
كيف ستفعل إسرائيل وما غايتها أصلا؟ هل إسرائيل تتخوف من إعادة سيناريو 7 أكتوبر على الجبهة الشمالية؟ يعني شوفي حضرتك، إسرائيل واضح تماما أن بنيامين نتنياهو يعيد تقييم بعض السياسات أو القرارات التي اتخذها قادة إسرائيل سابقين. حدث ذلك في حماس وفي قطاع غزة، وهو قال وانتقد شارون على هذا الانسحاب أحادي الجانب في 2005، وهو أيضا الآن يمد هذا التقييم أو إعادة التقييم إلى الساحة اللبنانية، بمعنى أنه الانسحاب من لبنان أيضا يراه بنيامين نتنياهو لم يكن موفقا. وبكل تأكيد ما تشير إليه حضرتك أن الانزعاج أو السابقة التي حدثت في قطاع غزة وما قامت به حماس بكل تأكيد يقلق الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بحزب الله، لأن حزب الله منذ اليوم الأول أعلن عن جبهة إسناد إلى غزة واشتبك في هذه الحرب بشكل أو بآخر، ما أدى إلى نزوح أعداد كبيرة جدا من سكان الشمال الذي وضعهم أو وضع إعادتهم مرة أخرى إلى مناطق آمنين كهدف من أهداف هذه الحرب. بهكذا فعل بنيامين نتنياهو، وحتى تصبح هذه المنطقة آمنة لابد أن يعود حزب الله إلى غرب الليطاني، أو بكل تأكيد أن يعود إلى مسألة نزع السلاح وتحييد هذه المنطقة تماما. هذا هو الذي يؤمن شمال إسرائيل بشكل واضح جدا. إذن بنيامين نتنياهو يعيد هذا التقييم، وأنا قلت أكثر من مرة أنه الموضوع أو الملف اللبناني هناك ترحيب أو تأييد كامل من كامل الساحة الإسرائيلية بشكل واضح جدا لاتخاذ هذه الخطوات تجاه حزب الله وتجاه لبنان بشكل عام، لأنه هذه الساحة يعتبرون أنها المصدر الأساسي والرئيسي للتهديد على إسرائيل، وليس حتى قطاع غزة وليس حماس، ذلك طبعا منسوبا أو منطلقا من فكرة أنه حزب الله لديه من القدرات ما يمكنه أن يوجع إسرائيل أو أن يؤلمها ويحدث بها إصابات كثيرة، لأن القدرات تراكمت جدا داخل حزب الله، وأصبح حتى كمان يتحكم في الساحة اللبنانية بشكل أو بآخر، ما يجعله تهديدا حقيقيا لابد من التعامل معه. وكثير من القيادات الإسرائيلية خلال المواجهة مع حماس كانوا يدعون بنيامين نتنياهو إلى ترك هذه الساحة والتركيز على المصدر الرئيسي المتمثل في حزب الله. خلاصة ما أود أن أقوله أن بنيامين نتنياهو يعيد تقييم هذه الساحات ويقول أن الحل الوحيد هو إبعاد أو القضاء على حماس تماما، الإبعاد أو تحييد أو إضعاف جدا أو القضاء على حزب الله وأزرع إيران. هو الآن يريد شرق أوسط جديد بدون أزرع لإيران، وها هو يحاول أو يتوهم أنه يمكن أن يقطع هذه الرؤوس تماما. طيب أستاذ نزار، السؤال اليوم كان السؤال قبل تقريبا 6 أشهر نقدر نقول أو 7 أشهر، كيف يخرج حزب الله من هذه الحرب؟ اليوم السؤال تحول إلى كيف يخرج لبنان من هذه الحرب بأقل الخسائر؟ بالطبع هذا سؤال صعب لأن الخسائر كبيرة جدا، سوف يسوء الوضع إذا تم قصف الميناء الموانئ والمطار. فبالطبع الآن الضغط أكبر على حزب الله من اللبنانيين للوصول إلى اتفاق كي تقلل نسبة الدمار الذي لحق بلبنان. طبعا طيب أستاذ عسيلة أو دكتور عسيلة، ما هي اليوم المفاتيح التي تملكها الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل؟ لأن هناك من يقول أن الولايات المتحدة يعني هي ملزمة بتسليح إسرائيل في أي شيء تريد أن تفعله. يعني أنا في تقديري أن عنصر الضغط أو الورقة الأهم التي تملكها الولايات المتحدة الأمريكية هي علاقتها في الحقيقة بإسرائيل، وهذه العلاقة هي بكرة مقدسة داخل الساحة الإسرائيلية ولا يمكن التضحية بها، ومن ثم الضغط على الجانب الإسرائيلي حين تريد الولايات المتحدة الأمريكية بشكل جدي أن تفعل شيء، يكفيها فقط أن تهدد بأن هناك توترا أو أن هناك غضبا أمريكيا سيكون أو قائم على الولايات على إسرائيل أو على بنيامين نتنياهو،
هذا له تأثير كبير جدا على الساحة الداخلية الإسرائيلية. بكل تأكيد الأوراق الأخرى، ولكن لازم نعرف أن إسرائيل بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هي الابن المدلل الذي لا يمكن أن يؤخر عليه أي طلب، سواء كان ماديا عسكريا أسلحة، خلافه حتى تواجد عسكري. إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بذلك تماما ولم تتخلى عنه ولن تتخلى عنه، ولكن ذلك لا يجب. وكثيرا من الصدمات التي حتى حدثت في عهد بنيامين نتنياهو مع أوباما مع دلوقتي بايدن، وهذا الغضب كثيرا ما يزايد به عليه ويضغط عليه داخل الساحة الإسرائيلية أنه إياك والاقتراب من العلاقات الأمريكية التي لا يمكن ولا يجب أن يمسها أي سوء. إذن ورق الضغط الأساسية إذا كانت الولايات المتحدة جادة فأن تجبر الإسرائيل وهي تستطيع أن تفعل ذلك، يكفيها فقط أن تضع هذه العلاقة أنها في محك اختبار أو أنها يمكن أن تتأثر بشكل أو بآخر. هذا يكفي تماما لتغيير السياسة الإسرائيلية. أنا أشكرك. كنت معي من القاهرة الدكتور صبحي عسيلة، رئيس تحرير مجلة مختارات إسرائيلية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وأيضا أشكرك من واشنطن نزار فرسخ، أستاذ محاضر في الشؤون الدولية في جامعة جورج واشنطن. شكرا جزيلا لكما. تابعوا قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي وتفاعلوا معها، كما يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الحدث.net. أنا ويصل حربي، في أمان الله. هابي يوم الخير.
ماشي.